30 تستقبل عطلة عيد العمال منذ اليوم والتي تستمر لخمسة أيام، وهذه هي أول ذروة سياحة في الصين لهذا العام. برغم تفشي فيروس كورونا، لم تقتصر الحكومة الصينية عطلة العيد، وهذا يستند إلى حقيقة حالة الوباء في الصين بأنه أصبح مستقرا نسبيا ومطلبا لانتعاش اقتصادي وتنشيط سوق السياحة. أشار الخبراء إلى أنه لم يعد هناك في الصين من حالات جديدة مؤخرا بشكل عام، وإن احتمالية تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع لمرة ثانية بسبب حالات وافدة من الخارج ضئيلة نسبيا، وبذلك يمكن السفر لمسافات قصيرة وتحضير الأطعمة لأخذها معك وقيادة السيارة بنفسك بدلا من استخدام نقل العام لتقرير حالات تجمعي. وخلال هذه الفترة كانت المنطقة السياحية مفتوحة فقط في الهواء طرقا، ويجب ألا يتجاوز عدد السياح الذين يتم استقبالهم 30% من الحد الأقصى المسموح به للقدرة الاستيعابية، ويتواجب على الزوار ارتداء الأغنية ودخول بعد فحص درجة الحرارة. استخدمت بعض المناطق السياحية تكنولوجيا خارقة مثل الخوذات الذكية ونظارة الواقع المعززة لكشف عن درجة الحرارة بسرعة وعدم اتصال مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح طريقة السياحة السحابية للسياحة باستمتاع المنازل الجميلة وشراء المنتجات المحلية في المنزل من خلال بث مباشر، مما يقرر تدفق السياحة في المواقع. وقد تم تنفيذ وقائية مشابهة في عيد تشينمينغ سابقا، وكان تأثير الوقاية والسيطرة فعالا بشكل ملحوظ.